إذا وصلت إلى الميقات أحرم، لا تتجاوز الميقات وأنت تريد الحج والعمرة إلا محرما. اغتسل كما تغتسل الجنابة، ثم طيب بدنك بالطيب على الرأس وعلى اللحية، ثم البس الإحرام. الإحرام إزار ورداء للرجال، النساء ليس لهن ثياب معينة، تلبس المرأة ما شاء، إلا أنها لا تلبس ثيابا تلفت أنظار الرجال إليها. ثم تلبي فتقول لبيك اللهم عمرة، وترك وتمشي، ولا تزال تلبي وترفع الصوت بالتلبية إذا كنت من رجلا، وأما المرأة فلا ترفع صوتها، إلى أن تصل إلى مكة. إذا وصلت إلى مكة تدخل المسجد الحرام، وتقول عند دخوله ما تقوله عند أي مسجد. ماذا نقول في المساجد؟ عند دخول المساجد بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، ثم تقصد الحجر الأسود، تستلم أي تمسحه، وتقول بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وإن تيسر أن تقبله مع الاستلام فهو حسن، وإن لم يتيسر لا الاستلام ولا التقبيل فالإشارة تكفي باليد، باليد اليمنى إشارة هكذا، وليس كما نشاهده من العوام باليدين جميعا، لا بيد واحد باليمنى، ثم تنطلق من الحجر لتجعل الكعبة عن يسارك وتدور إلى أن تصل إلى الحجر. وإذا مررت بالركن اليماني وهو الركن الذي يليه الحجر فاستلمه أي امسحه بدون تكبير، فإن لم تستطع فلا تشر إليه، لأن ذلك أعني التكبير عند استلام الركن اليماني والإشارة إليه عند تعذر استلامه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعبادات مبناها على التوقيف. وقل بين الركن اليماني والحجر الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وإذا حليت الحجر مرة ثانية تقول الله أكبر فقط. وماذا يقول الطائف في بقية الطواف؟ يقول ما شاء من ذكر ودعاء وقراءة القرآن، لأن المقصود أن تشتغل بما يقربك إلى الله عز وجل. إن شئت أن تقرأ القرآن اقرأ، أن تذكر الله اذكر الله، أن تسبح سبح، أن تكبر كبر، كما تشاء، حتى تتم سبعة أشواط، وبذلك انتهى الطواف. واعلم أنك في هذا الطواف، وأقصد بذلك الرجال، يسن لك سنتان. السنة الأولى أن تطبع بردائك، ومعنى الاطباع أن تجعل الرداء وسطه تحت الإبط وطرفيه على العاتق الأيسر في جميع الطواف، وأن ترمل في الأشواط الثلاثة الأولى. والرمل هو سرعة المشي مع مقاربة الخطى، وهذا إن تيسر، أما إذا كان هناك زحام فإن الإنسان لا يتمكن من الرمل إلا بتأذ يقع عليه أو تأذ يقع منه،
إذا أتممت سبعة أشواط تقدم إلى مقام إبراهيم واقرأ وأنت متجه إلى مقام إبراهيم، اقرأ قول الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ثم صل ركعتين، صل ركعتين، تقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون مع الفاتحة، وفي الثانية قل هو الله أحد مع الفاتحة، وخفف الركعتين ولا تدعو بعدهما، دع المكان لغيرك. وإذا سلمت فإن تيسر أن تعود إلى الحجر الأسود وتستلمه فافعل، وإن لم يتيسر فلا إشارة، اتجه إلى الصفا لتسعى بين الصفا والمروة. فإذا دنوت من الصفا فاقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، وإن شئت فزد أبدأ بما بدأ الله به. هذا تقوله إذا أقبلت على الصفا، مو إذا صعدت، إذا أقبلت، وتقوله أول مرة ولا تقوله عند المروة. ثم صعد الصفا واتجه إلى القبلة وارفع يديك وادعو الله عز وجل واذكره بما ورد، ثم انحدر، انحدر من الصفا متجها إلى المروة. فإذا حاذيت العلم الأخضر يعني العمود الأخضر وفوقه نجفات خضر فاركض، اركض بقدر ما تستطيع. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسعى شديدا تدور به إزاره، وهذا مشروط بما إذا لم يكن زحام، فإن كان زحام فعلى ما تستطيع، ولا تسعى، يعني لا تسعى سعى شديدا فتتعدى وتؤذي حتى تصل إلى المروة. فإذا وصلت إليها فاصعد عليها واستقبل القبلة وارفع يديك وقل كما قلت على الصفاء حمد ذكر ودعاء، ثم انزل منها متجها إلى الصفا، تمشي في موضع المشي وتركض في موضع الركض. فإذا أقبلت على الصفا لا تقرأ الآية، الآية إنما تقرأ إذا أقبلت على الصفا أول مرة، وتصعد على الصفا وتدعو الله عز وجل بما دعوت به في أول شوط حتى تتم سبعة أشواط، ثم تحلق أو تقصر، لكن إذا كان وقت الحج قريبا فالتقصير أفضل في العمرة ليتوفر الشعر للحج، وبهذا تحل حلا كاملا. فصارت العمرة الآن إحرام وطواف وسعي وحلق أو تقصير، تتم الآن وتحل من كل شيء حرم عليك بالإحرام.